السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث عن فوائد الابتسامة. الحياة الدنيا هبة من عند الرحمن، الحياة الدنيا هدية من الله رب العالمين، أرادنا أن نزينها بالابتسامة فيما بيننا. الابتسامة هي لغة عالمية مشتركة بين كل الشعوب، كل الثقافات، كل الحضارات، بين كل الناس. الناس يستجيبون بشكل جيد لمن يبتسم ابتسامة حلوة. وإذا ابتسمت فإنك تحصل على فوائد كثيرة. يكفي أنك تستخدم العضلات الموجودة حول الفم والعضلات الموجودة حول العينين وغيرها من تقاسيم الوجه. يكفيك أنك تحصل على وجه جميل خال من التجاعيد، وتكون مقبولا بين الخلق. حتى قيل ابتسم أولا تسعد لاحقا. الإنسان في طفولته يبتسم كثيرا، لأن الأطفال قلوبهم طاهرة، قلوبهم نقية، ما فيها حقد ولا كراهية. وكلما تقدمنا في العمر نأخذ الحياة بجدية أكبر. حتى قال بعض المختصين إن الشخص البالغ يضحك بمعدل 15 ضحكة في اليوم فقط. أما في مرحلة ما قبل المدرسة فإن الطفل يضحك بمعدل 400 مرة. ونحن نسير وفق شريعة الله تعالى العظيمة وتوجيهات نبي الرحمة، أوصانا دوما بالسلام، وقال بأن السلام يبدأ بالابتسامة. إياك أن تسلم على أحد دون أن تبتسم في وجهه، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا ما قاله النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا الابتسامة صدقة؟ لأن الابتسامة تفوق العطاء المادي. أن تعطي صدقة رحمة، لكن أن تبتسم رحمة أعظم تفوق العطاء المادي. بالابتسامة يمكنك أن تدخل السرور لقلب الآخرين، وهذا نوع من العطاء. الإنسان في حاجة ماسة إلى السرور وإلى الفرح. ربما قد تكون حاجته لذلك أهم من حاجته أحيانا للطعام والشراب. الفرح والسرور يعالج الكثير من الأمراض التي نعاني منها في زماننا، وعلى رأسها الاضطرابات النفسية وآلام القلب والصدر والبطن وما غيرها. بالابتسامة تشعر بالهدوء والسكينة، وبالابتسامة تبني العلاقات بين الناس مع الآخرين، لأن الآخرين حينما تبتسم في وجوههم تعتبر كبادرة من الثقة والود، ومن ثم تمتد شسور التواصل مع الآخرين. دوما إذا واجهت الناس ابدأ بالابتسامة. تخيل بأنك إذا دخلت إلى سوق، إلى محل بقالة مثلا، إلى دكان، جرب أن تبتسم
في وجوه الناس الحاضرين، ولاحظ ردود أفعال الأشخاص الموجودين، تجد أن الغالبية ترد عليك بابتسامة مماثلة وتنشرح للفرح والسرور. لهذا فالابتسامة لها تأثير عظيم على نفسك أولا وعلى الآخرين. وبالابتسامة نقلل من الجهد. إذا كنت متوترا أو كنت في وسط فيه توتر، أناس في صراع وخصام وتوتر، لك أن تقلل من هذا الجهد عن طريق نشر الابتسامة، لأنه تعطيك شعورا أفضل لكي لا تقع في الصراع والخصام، بل تطفئ غضب الآخرين. وفي التعليم أيضا ونقل المعلومة، بالابتسامة يمكنك أن توصل المعلومات إلى الآخرين بسهولة أكثر، لأن الكلمات المحملة بالابتسامة يكون لها تأثير أكبر على الدماغ، ويتقبلها المتعلم بكل أريحية، بخلاف من يعطي معلومة وهو مقطب الجبين ويبدو أنه قلق غير فرح ولا مسرور. المعلومة تأتي متقطعة ولا تكاد تصل إلى المتعلم. بالابتسامة يمكن أن نحسن الحالة المزاجية لكل من حولنا. يكفي أنها تساعد على انخفاض ضغط الدم وتخفف التوتر. بالابتسامة اللطيفة يمكن أن تحقق ما لا يستطيع المال والثروة أن تحققها. فالابتسامة هي أهم من المال. أقل ما تقدم للآخرين هو الصدقة بالابتسامة. ونبي الرحمة ماذا قال؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة. أعظم من أن تعطيه المال أو تعطيه متاع الدنيا، ابتسم في وجهه. ويكفي أن الابتسامة لها تأثير قوي على الشفاء من كثير من الأمراض. تخيل الطبيب أو المعالج أو الممرضة لما تستقبلك بابتسامة. ابتسامة الطبيب تعتبر جزءا من العلاج. مجرد أن ترى الطبيب يبتسم قلبك ينشرح. وقس على ذلك ابتسامتك لصديقك، ابتسامتك لجارك، وخصوصا ابتسامتك لزوجتك. إنها وصفة مجانية للشفاء، وهي خير من كل عطاء. فلنحافظ على الابتسامة، خصوصا ونحن الآن في جو العطلة وجو الفرح والسرور. وكلما ابتسمنا نحضر النية أننا نتصدق بالابتسامة حتى تصير عادة عندنا، وبالتالي نرسم مثل قوس قزح حولنا، نكون دوما فرحين مسرورين. اللهم يا رب ارزقنا الابتسامة في وجوهنا وفي قلوبنا وفي نفوسنا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أيها الأحباب الكرام، كل منا يحب بلاده، كل منا يعشق أرضه ويدعي لها بالحفظ والسلام والأمان. بلدنا وأرضنا هي المكان الذي خلقنا فيه، هي المكان الذي نشأنا فيه، وهي المكان الذي نعيش فيه، وهي المكان الذي سوف ندفن فيه. لنا فيه العديد من الذكريات. أرض آبائنا وأجدادنا، أرضنا وأرض أولادنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا، إلى لقاء الله تعالى. من منا لا يأمل أن يرى بلاده هي أفضل البلاد في جميع المستويات. فتعالوا بنا ندعو الله تعالى أن يحفظ هذا البلد وأهل هذا البلد. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم يا رب العالمين،
ندعوك يا نور النور، يا من هو في علوه دان وفي دنوه عال وفي إشراقه منير. اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة، وهب لنا صحيح المعاملة، وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم يا رب العالمين، إنا نستودعك وطننا وأهلنا وأحبابنا، نستودعك أمن وطننا وأمانه، نستودعك ليلها ونهارها، أرضها وسمائها، دينها وإسلامها. نسألك اللهم أن تحفظ بلدنا الغالي المغرب من كل سوء. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلم والسلام، احفظنا بالإسلام وأدم علينا نعمة الإيمان. نستودعك الله تعالى هذا البلد العظيم، نستودعك رجال المغرب ونساءه وشبابه وأطفاله وأمواله، يا من لا تضيع عنده الودائع، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد. نستودعك الله تعالى هذا البلد، ونسألك اللهم أن تصلح أمورنا وأمور المسلمين أجمعين، وتحفظ بلدنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر الطوارق الليل والنهار. نسألك اللهم أن تحفظ بلدنا من عبث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين. اللهم يا رب العالمين، نسألك أن تحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تحفظ أمننا واستقرارنا وأهلنا. اللهم يا رب العالمين، واجعلنا سالمين آمنين في بلادنا وفي باقي بلاد المسلمين. ونسألك اللهم أن تهل هذه المناسبة السعيدة، عيد العرش المجيد، على سلطاننا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم أهل علي بالخير واليمن والبركة. اللهم يا رحمن يا رحيم، بهذه المناسبة الميمونة، مناسبة عيد العرش المجيد التي يحتفل بها الشعب المغربي، نسأل الله تعالى أن يديم على السدة العالية بالله مزيدا من الصحة والعافية، ومزيدا من النصر والتأييد، ومزيدا من المحبة والولاء. ونسأل الله تعالى أن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وينبته الله نبتا حسنا، ويشد أزر جلالته بشقيقه السعيد المولى الرشيد، وأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على الملكين المجاهدين المفدى محمد الخامس والمنعم الحسن الثاني. ونسأل الله تعالى أن يجمع شمل الأمة الإسلامية، وأن يعيدها إلى سابق مجدها وإلى سالف عزها. نسأل الله تعالى أن يؤمننا في أوطاننا، ويصلح أئمتنا وولاة أمورنا. ونسأل الله تعالى أن يؤلف بين الشعوب، بين قلوبهم، وأن يوحد أمة الإسلام، وأن يجمعها على ما يحبه ويرضاه، ونكون جميعا خلف قيادة سيدنا النبي محمد بن عبد الله خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.